هاي. ضم البيت الأبيض العديد من الحيوانات من بعد ما كان الرئيس جون آدمز أول مين ربيها داخل المقر. الكلب هو الحيوان الأكثر شعبية عند الرؤساء الأمريكيين، 31 منهم من أصل 46 امتلكوا كلب داخل المقر الرئاسي. تلقى البيت الأبيض من الماركيز دو لافايت سنة 1825 هدية غير عادية تمثلت بتمساح وضع داخل الغرفة الشرقية يلي ما كانت بعدها مكتملة. تلقى الرئيس مارتن فان بيورن يلي كان محب للحيوانات شبلين من النمور كهدية، وخاض صراع مع الكونغرس يلي اعتبر انه الهدية للبلد ومش لشخص الرئيس ليفوز الأخير بعد صراع طويل ويتم الاحتفاظ بالشبلين بحديقة واشنطن للحيوانات. مين قال انه راكون الرئيس كالفين كوليدج ريبيكا سبب متاعب كتير لموظفي البيت الأبيض بسبب الأضرار يلي تركها على الأساس وعلى الديكور؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.